الحلقة تاع اليوم حلقة مميزة فيها كتير ألوان أكيد حتعجب كبار وصغار. راح نوريكم كيفاش نعملوا دي غوز بطريقة جديدة. كتير منكم طلبوا مني كيفية استعمال هاد لي دوي، راح تشوفوا. تبعوا معايا الحلقة حتى الأخير حتى تعلموا كيفاش تخدموا ورود بلا كريم بوغ ألاد لهاد لي دوي. دونك قبل ما نجوزوا لكيفية تحضير هاد الورود نخدموا قبل أن غاتو. اليوم أنا اخترت لكم كعكة بجوز الهند يعني بلا نوات كوكو. دونك هنا مباشرة نبداو في كيفية تحضير لو غاتو. عندي 200 غرام تاع سكر بني، تقدروا تستعملوا سكر مسحوق يعني لكم الاختيار، وراح نزيدوا 200 غرام تاع لا مارغرين. نخليوهم يتخلطوا مليح. دونك نديو 200 غرام. فوالا نزيدو السكر البني. دوك هاد الخليط راح نخليه يتخلط بيان. في نفس الوقت راح نحكم 300 غرام تاع الفرينه و 2 باكي تاع لوفور يعني 20 غرام. ان باكي فيه 10 غرام. دونك دونك سي بون الخليط تاعنا راه تخلط بيان. دوك حنزيد 6 حبات بيض او ميم طون راه يمشي نرمي حبه بحبه. دونك نعاود لكم المقادير اللي درتهم. قلنا درنا 200 غرام تاع سكر بني، 200 غرام سكر بني، زدنا 200 غرام مارغرين، وزدنا 6 حبات بيض. نخليوها تتخلط مليح. دونك هنا حنزيد الحليب، حنزيد 400 غرام يعني بريسك نص لتر تاع حليب، 400 غرام. وراح نزيد 200 غرام تاع لا نوا دو كوكو. والان نزيدوا لا فارين اللي صيرناها مع لا ليفور كما قلت لكم 300 غرام مع 20 غرام تاع لا ليفور شيميك الخميره الكيميائيه.
فوالا العجينه تاعنا راهي واجده. نكمل نخلط شويه بيدي. دونك انا هنا درت كميه كبيره، نتوما تقدروا تقسموا اون دو. حبيتوا ديروا ام سي غاتو، ودائما يعني انا في الحصه نوريكم باللي نقدروا نستعملوا عده انواع تاع الليمون، يعني ماشي شرط ديروا كيما درت انايا. الليمون اللي يكون عندكم في البيت تقدروا يعني ديروا الابداع فيه وتزينوه كيما حبيتوا. دونك نجيب لو مول ديالي. دونك انا هنا اخترت ان مول يعني حيمد ان ديكور شباب، نتوما تقدروا تستعملوا الحاجه اللي تكون عندكم في البيت. اللي يحب لنوات كوكو اكيد حيعجبو هاد لو غاتو. كما قلنا في بدايه الحصه اليوم حنديروا ورود بطريقه جديده. انا بعد ما طاب لي لو غاتو تاعي وخليته يبرد، الان راح نقدر نزينه. دونك انا هنا واش عندي؟ عندي اون كريم او بور. دونك تبعوا مليح معايا هاد لا كريم او بور كيفاش ديروها. مثلا تديو 100 غرام يعني 100 غرام تاع لا مارغارين، تخلطوها مليح بالباتور حتى تبيض بيان، ومن بعد نزيدوا لها 200 غرام تاع سكر ناعم. دونك 100 غرام مارغارين 200 غرام تاع سكر ناعم، نخليو الزيت تخلط ومن بعد نلونوها كيما نحبوا يعني الالوان اللي حبيتوها.